عدد مشتركي سبورانيت. في الفيديو هذا باش نعطيكم ملخص صغير على دور الهواء في الاحتراق، باش نحكيو على ضرورة الأكسجين للاحتراق، باش نحكيو على الاحتراق التام وأهميته والاحتراق غير التام. بالفرنسية الاحتراق هو الكومبستيون، كومبستيون كومبليت، كومبستيون لهنا انكومبليت. مهمين برشا هذوما، ان شاء الله باش نشوفوهم في السنوات القادمة بمعناتها اكثر دقة. قبل ما نبدا نحكي لكم انا على الاحتراق وانواعه اللي هو الاحتراق التام وغير التام، نحكيو على الهواء. اذا اول حاجة ما هي مكونات الهواء و لهنا مسببات تلوث الهواء، هذوما حاجتين مهمين برشا. دونك يتكون الهواء من مزيج من الغازات، اذا لهنا اللي هي معناتها الهيدروجين والاكسجين. دونك لهنا الهيدروجين نرمزولو بالاش والاكسجين نرمزولو بالحرف اللاتيني او. دونك الاكسجين هو اكثر حاجه تهمنا في المزيج هذا نتاعنا لهنا، اما بالطبيعه الاكسجين ما نجموش نشوفوه، لا نستطيع رؤيه الاكسجين ولا نستطيع رؤيه الهواء ايضا، لكن نتعرفوا كيفاش نعرفوا احنا انه الاكسجين يكون موجود لهنا. بالطبيعه لهنا موجود في الهواء الذي نستنشقه، وهو اهم جزء فيه لجميع الكائنات الحيه. اذا الاكسجين هو اهم جزء. اذا لهنا الاكسجين يكون 21% من الهواء، معناتها نسبه كبيره برشا. هذا كمعناتها لهنا مكونات الهواء. نمر للنقطة الموالية واللي هي تلوث الهواء ومسبباته. إذا من مسببات تلوث الهواء دونك شنو عندنا لهنا؟ عندنا المصانع، السيارات، بالطبيعة الدخان بصفة عامة، معناتها المواد الكيميائية اللي تخرج من المصانع. دخان السيارات اذا لهنا التلوث هذاك بطبيعه باش ياثر على الهواء، والهواء بدوره باش ياثر لهنا على الحياه بصفه عامه، معناتها على كل ما هو كائن حي. دونك الاسباب، اسباب تلوث الهواء عندنا لهنا نجم نصنفوها لزوز اسباب رئيسيه. عندنا الاسباب الصناعيه، وعندنا معناتها مصدر صناعي. الصناعه هي من مسببات لهنا التلوث، وعندنا مصدر طبيعي. الصناعة لهنا كيف ما قلت لكم المصانع والسيارات هي من معناتها أهم حاجة، وإذا لهنا والأسباب المصدر الطبيعي لهنا مثال هبوب العواصف في المناطق الجافة وشبه الصحراوية، وإثارة كمية هائلة من الغبار. الغبار هذاك بطبيعة باش يأثر على عملية التنفس. اذا النجم نصنفوهم هنا كما قلت لكم الى زوز لهنا مصادر كبرى. هذا فيما يخص لهنا الهواء وتلوث الهواء. نتعدى للنقطه المواليه واللي هي الاحتراق. دونك قلنا عندنا زوز انواع من الاحتراق، واللي هو الاحتراق التام وعندي الاحتراق الغير تام. ولكن قبل ما نتعدى نفسر كل لهنا عنصر على حده باش نعرف لكم شنو هو الاحتراق. اذا الاحتراق بطبيعة عندنا احنا الهواء هو عنصر ضروري في عملية الاحتراق. علاش؟ على خاطر موجود فيه الاكسجين. اذا هنا الهواء ضروري في عملية الاحتراق. لما يحتويه من نسبة هامة من الأكسجين، إذا من الأكسجين اللي هي نسبة لهنا هامة برشا. الأكسجين هذاك إذا تفاعل المادة مع الأكسجين وينتج عنه طاقة، المادة هذيك وقت نقوم بحرقها يتكون أكسيد، إذا لهنا العنصر أو أكسيد العناصر المحترقة. شو معناتها لهنا؟
احنا قلنا انه الاكسجين مهم في الاحتراق، دونك لهنا عندي الاكسجين، دونك الاكسجين فوالا. شنو باش نزيدوه الاكسجين هذاك؟ باش نزيدوه المركب الكربوني، خاطر قلنا احنا احتراق. بالطبيعه احنا لهنا المركب الكربوني معناتها احتراق. يعني شنو باش يعطيني هذا؟ باش يعطيني ماء مع غاز الكربون مع طاقة. فوالا دونك مهمة برشا الرياكسيون هذه، نورمالمون نكتبوها في سطر واحد، دونك مهمة ياسر. معناتها نكتبوها كي الأكسجين، خاطرها بالفرنسية رياكسيون شيميك، كتنشوفوهم إن شاء الله في السنوات القادمة. لهنا نبسطوا فيهم باقيين، دونك رياكسيون شيميك تتكتب باللي سامبول. الاكسجين يتفاعل مع المركب الكربوني باش يعطيني الماء الH2O مع غاز كربون مع الطاقة. اوكي، هذا هي الرياكسيون دو لا كومبستيون، تتسمى معناتها لهنا الاحتراق كيفاش يصير. قلنا عندنا زوز انواع من الاحتراق، واللي هو الاحتراق التام والاحتراق غير التام. اذا شو معناتها الاحتراق التام؟ اذا لهنا في عمليه الاحتراق هذه، ان عمليه الاحتراق هذا التعريف اللي يلزمكم تحفظوه، ان عمليه احتراق الماده مع الاكسجين ينتج عنها غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2 بالفرنسيه، وماء، ولهنا طاقة حرارية. وقت اللي تبدا عندي معناتها معناتها لهنا التفاعلات هذوما، نقولوا انه الاحتراق بدا هو احتراق تام. بالنسبة للاحتراق غير التام، لهنا الاحتراق إذا لهنا المادة مع الأكسجين احتراق المادة مع الأكسجين يتكون لهنا من باش يعطيني دونك غاز ثاني أكسيد الكربون باش يعطيني والكربون والماء مع دونك انسياب طاقة حرارية، دونك وطاقة حرارية. إذا اللي يفرق لهنا ما بين الاحتراق التام والاحتراق غير التام، إنه في الاحتراق غير التام باش يظهر لي لهنا الكربون. أوكي، باهي، توا احنا عرفنا الاحتراق التام والاحتراق الغير التام، ولاحظوا إنه في كلتا الحالتين، في كلتا العمليتين عندي غازات ناتجة عن الاحتراق هذا. باش نعرف كل غاز وحده، باش نعرف لكم اول اكسيد الكربون لهنا وحده، باش نعرفوا ثاني اكسيد الكربون وحده. دونك لهنا هذوما الغازات هذوما زوز مهمه برشا. اذا باش نبداو بالغاز الاولاني واللي هو اول اكسيد الكربون اللي هو CO بالفرنسيه، نقولوا CO اول اللي هو سي او. شو معناتها اول اكسيد الكربون؟ الاكسيد هو الاو الكربون، دونك هو سي اول، معناتها عندي جوست معناتها عندي ما نجمش نفسر لكم اكثر بالفرنسيه على خاطر باش تحاولوا معناتها باش تدخلوا بعضكم شوي، ولكن معناتها عندي كربون وعندي اكسجين، فوالا دونك تسمى سي. اذا لهنا كخاصيته هو لا رائحه، هو غاز لا رائحه له، لا لون له، يتكون بفعل الاحتراق غير التام للمركبات المحتوية على الكربون
كيما بتبيع الفحم لهنا يتكتب هو سيو سيم، هو غاز سيم، هو غاز سهل الامتصاص من قبل الدم والرئة. هذا هو اللي نسموها نحن بلغتنا العامية زنزانة. دونك الفحم وقت اللي تصير احتراق باش يعطيني الغاز هذايا اللي هو السام اللي يساهم في معناتها الاختناق اللي هو السيو. ما نفيقوش بيه لخاطر ما عندوش ريحة، ولخاطر بيان سور ما عندوش لون. دونك هو غاز سام، والبدن في ساعة ما يشربو معناتها ما يمصو، سهل الامتصاص. دونك هي الزنزانة كيف ما فسرتها لكم. اذا بطبيعه كيفاش نعالجوا هنا التسمم باول اكسيد الكربون اللي تصير له تسمم؟ بطبيعه عن طريق استنشاق الهواء النقي اذا كان التسمم بسيط. اما بطبيعه اذا كان هنا معناتها صار امتصاص لكميه كبيره من السيو، بطبيعه يلزم لهنا معالجه بحقن المتسمم. فوالا، دونك لهنا فما معالجات عديده اللي تخلينا لهنا اول اكسيد الكربون بطبيعه يلزم يخرج من البدن. هذا اول اكسيد الكربون. نتعدى للغاز الثاني واللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. اللي هو CO2. دونك CO2 هذايا موجود في الاحتراق. دونك لهنا كيف ما فسرناها من الاول، دونك CO2 ثاني اكسيد، معناتها عندي زوز اكسجين وعندي كربون واحده. دونك الغاز هذايا هو يتكون من احتراق المواد العضويه، كيما الورق، الحطب، الفحم زادة. دونك لهنا والغاز ثاني اكسيد الكربون الناتج دونك هو من الوقود، هو من اهم الملوثات اللي بطبيعة موجودة في البيئة نتاعنا. اوكي، دونك لهنا كيفاش نعرف وجود ثاني اكسيد الكربون؟ بطبيعة التأكد منه هو بتعكر ماء الجير. دونك فوالا، دونك هذا هو الملخص نتاعي. انا حاولت لهنا نعطيكم اللازم في اللازم. هنا فما تعاريف مهمه برشا يلزمكم تحفظوها. بطبيعه باش نتعدوا نصلحوكم مجموعه من التمارينات موجودين على المنصه. انتم كان عندكم تمرين صعب عليكم، ما عليكم كان تتصلوا بإدارة المنصه وانا نصلحوكم في اي وقت كان.